حصل بينه وبين جد، يعني بينه وبين أحلام شد في العمرة، ويعني خلاف، وشدينا مع بعض، وأنا شديتها يعني شديتها وزقتها، وده ما كانش لازم يحصل خالص. وأما رجعنا من العمرة صلحتها وكنا كويسين، وبعدين رجعنا حصل مش يعني حصل خلاف تاني وزعلت مني. فطبعا هي افتكرت كل يعني كل اللي أنا كنت بعمله. فأتمنى يعني إن هي ما تزعلش مني والدنيا تروق، وانتوا تدعوا لنا ان ربنا يصلح الحال. أثار خبر طلاق البلوجر أحلام عادل وزوجها مصمم الأزياء أحمد العجمي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بعد إعلان انفصالهما عقب عودتهما من العمرة واعتداء زوجها عليها بسبب هدايا أصدقائها من رحلتها في أداء العمر. وواجه مصمم الأزياء أحمد العجمي زوج البلوجر أحلام رسالة اعتذار لها عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام قائلاً: يا أحلام، حقك عليا، أنا آسف وغلطان في حقك. أول مرة أعمل فيديو وأطلع أتكلم فيه، حصل بيني وبين أحلام شد في العمرة، خلاف وشدتها وزقتها، وده ما كانش لازم يحصل خالص. لما رجعنا من العمرة صالحتها وكنا كويسين، وبعدين حصل خلاف تاني وزعلت مني وافتكرت كل اللي كنت بعمله. أتمنى ما تزعليش مني والدنيا تروق وتدعو لنا بإن ربنا يصلح الحال إن شاء الله. هي سنة أولى جواز فيها شد وكل حاجة، ولسه في طباع وعيلتين بيتعرفوا على بعض وبنطبع على طباع بعض، وربنا ييسر الأمور وربنا ييسر الدنيا. هروح لحد متخصص وأعرف إزاي نتعامل مع بعض ونتفاهم سوا. ادعوا لنا ربنا يهدينا، الكلمة الكويسة بتفرق. عزيزي المشاهد، لا تنسى لايك واشتراك في القناة مع تفعيل الجرس ليصلك كل جديد. مع أجمل ورقة تحياتي وتحيات أسر الثقافة ومعلومة، تابعونا.